أسعد الله مساءكم بكل خير لهذا الفضاء من برنامجكم داخل 18 الذي نتحدث فيه اليوم سهرة كل خميس عن المنتخب الجزائري لكرة القدم. سنعود إلى مواجهة منتخب المكسيك والتعادل المثير أمام هذا المنتخب العالمي. نتحدث أيضا عن الأرقام المبهرة في 25 مباراة للناخب الوطني. ما الذي تغير في المنتخب الوطني أم تغيرت المنظومة بشكل عام؟ هذا السؤال الذي يطرح. سنتحدث عن التكوين الفاف بين التكوين واستدعاءات بالجملة لعدد من اللاعبين المغتربين طبعا أكثرهم من فرنسا وخمسة لاعبين من مارسيليا للفئات الشبانية. في البداية أعرف بضيوف الكرام عبد الكريم صابر شريف مدرب منتخب أقل من 15 عام. مساء الخير. مرحبا. مساء النور الحضور والمتفرج الكريم. إن شاء الله نجوزوا حصة تكون في المستوى إن شاء الله مع ضيوف الكرام. هذا ما نتمنى طبعا ككل عادة. ضيوف الكرام مراد هاشمي زميلي الإعلام. مساء الخير. مساء النور حكيم. سعيد دائما بتواجدي معكم سعيد في البلاطو. دائما سعيد. وايضا شيخنا مراد لاروم والمدير الفني الوطني السابق. مساء الخير. مرحبا. اهلا وسهلا. مساء النور. سلام على جميع المتفرجين الكرام. مرحبا بالجميع مشاهدي الكرام. سنتحدث اذا عن هذه الاحصائيات التي حدثت وما بعد مباراه المكسيك في هذا التقرير لوليد نعمري، ثم بعد ذلك نعود. ابقوا معنا. اذا ناتي اليك الشيخ معلم لاروم. ما الذي تغير في هذا المنتخب خلال عامين؟ دائما هذا الذي يطرح. هل فيه شيء خاص بالنسبه لهذا المنتخب؟ وين الحل اللي كان طبعا بالنسبه لجبل بالماضي؟ هو ليس ماشي سحار. واش عطى خلال 25 مباراه باش توصل انت قبل عامين منتخب منهار تقريبا بذات التركيبه؟ ان لم نقل ممكن تغييرات قليله فقط، تغيرت الامور الى الاحسن بشكل مبهر امام منتخب المكسيك، ام انه فيه مبالغه؟ لا، هو اصلا يعني بعض الاحيان يعني الصحفيين يستعملوا ترتيب البيت. هذا هو يعني ترتيب البيت. ترتيب البيت بدا يعني بالشخص اللي جبته يعني جمال بالماضي، انه بدا يرتب انه ماهوش في الـ في الـ في الايمابل، في الاشخاص اللي موجودين. الاشخاص اللي موجودين يعني اللي موجودين لازم لهم جو عائلي مسؤول صارم ويوفي بالوعود، لانه ما تنساش انه هو دائما يتكلم مع الناس ويشوفوا الشيء اللي يقولوا الشيء اللي يصرى في المعسكرات. هذا اللي كان خاصنا كثير، لانه الان يوم خدا هو يعني كما قلت لك الامر يعني بيده، ما فيه تدخلات، ما فيه اقوال، ما فيه الخوف من الصحافه. هذه الاشياء خلى يعني كانه حضن اللاعبين وخلاهم ان اعطاهم يعني كما قلت لك امل انه هو مسؤول على الاشياء. والان يوم يكون المدرب يتحصل على هذه الاشياء والروح الفريق هو يقدر يعني يجعل الاشياء تدريجيا. احنا واش رانا نشوفوا الان حتى من ناحيه التشكيله والناس اللي راه يجي، راه يجيب حتى يعني بعض اللاعبين يبرزوا وهما شباب. احنا بعض الاحيان قعدنا سنوات بفرق يعني بفريق نفس اللاعبين معروفين، يعني اذا جاء نجحنا، اذا ما نجاوش هذوك اللاعبين. الان هذه التركيبه اللي موجود ولا المنظومه صارت انه منظومه عائليه راهي في تطور. ممكن يعني هو راهو يغير اشياء بدون ما نعرف احنا فيها، لكن الاشياء الايجابيه رانا نشوفها ترجع، والاشياء السلبيه حتى وما نسمعش بها ممكن هو راهو. هل المشكل كان مشكل مدربين؟ هو اصلا فيه كثير يعني، لانه علاش كثير من اللاعبين من المدربين يوم يجيك على عقد، اولا يا اما هو مرتاح لانه يليكوفر بار سون كونترا، يا هو متخوف انك تحاوزه يعني تستغنى عنه ويخلي تدخلات يعني تاع الناس اللي كما قلت مسؤولين عليه. بعض الاحيان حتى ممكن حتى المانجر اللي موجود بالفريق ممكن يدخل عليه، لكن الان نشوفوا انه الان هاد صرامه. وبين قوسين بالماضي من يعني هذه حتى خارج الميدان هذه هي طبيعته، يعني عقليته هو موجود هكذا. يعني لماذا لم ننجح في كل المدربين السابقين تقريبا باستثناء ربما حالي لوزيتش، اللي لانه قياس نجاح اي مدرب هي النتائج، هذا ما يقال طبعا. بارك الله فيك. الان لو نشوف نجاح حاليلوفيتش تقريبا نفس كما اقول لك التعامل تاع اسمه تاع بالماضي، يعني شويه حاليلوفيتش بعض الاحيان يزيد اشياء يعني يضغط في اشياء بدون محلها، لكن الان نشوف انه لو نشوف في بعض اللقطات الاخيره تشوف انه محرز يعني يعنق في بالماضي هذه الامور. هذه واش صارت انه الحق وقت انه يسمح له هذه الاشياء بدون ما يتعدى الامور. لان المدربين اللي شفناهم الاخيرين يعني نشوفهم ممكن يعني يقول لك اسامي وكانت يعني اسامي تجي للتدريب. بس قبل ما نروح لمراد هاشمي انا ابغى نبقى معك في نفس الصوره في هذا في نفس الطريق. هل احنا جزائريين احنا
قابلين للقوة فعلا، لأنه نحب كل ما هو يعطيك القوة ويعطيك الصرامة. هذا هو يعطيك القوة، حتى يعني إحنا لأنه الجزائري أصلا التعامل يتحمل هذه الأشياء، يعني اللي بوكو بليس ديسيبليني مين با لانجستيس، لأنه الجزائري مثل يعني إذا تحب دير له كما أقول لك ممنوع، هذه ممنوعات لأنه تقريبا طبيعتنا، يعني حتى ولو فيه الناس اللاعبين اللي عاشوا لهيك ممكن أوليائهم نفس الشيء، يعني ما ننساش إحنا يوم كنا اشتراكيين كنا كل شيء بالقانون، كل شيء ممنوع كل شيء ممنوع، لكن الآن هما الشيء الأشياء اللي موجودة هاو الطريق، لأنه ما نبني الأمور بالممنوعات الآن كما أقول لك أومي دي باليز ما تروحش لهذه، والآن الشيء يولي سا سي لو فيريتابل كوتش، لو كوتش ني با pour entraîner ou là pour guider. Il est là pour aider les joueurs à s'exprimer. مراد هاشمي، هل فعلا كانت الصورة مبهرة بالنسبة للمنتخب امام منتخب المكسيكي؟ شفنا منتخب عالمي كبير على كل الامور، ولا احنا عندنا قابلية لانه شفنا المآسي ربما والنتائج السلبية، نتحدث من ناحية كرة قدم، شفنا النتائج السلبية على فترات سابقة، رانا بدينا نشوفوا الان الصورة ايجابية ومبهرة؟ لا اعتقد كاين هناك مبالغه، لان الظروف تاع المباراه الوديه كانت في ظرف صعب، واول تاريخ فيفا يعني في بعد السبع شهور تاع توقف، يعني التعداد تاعك ما تعرفوش، اختبار هذا اللي كان اختبرت لاعبين ما تعرفش اللياقه تاعهم، لانك ما تعاملتش معهم تقريبا عام، المنتخب الوطني ما تربصش طيله عام كامل، اذا باش تلعب لقاءين امام نيجيريا اللي كان نصف نهائي كان وسبق لك مواجهته من اكبر فرق القاره، وزيد تلعب مع منتخب المكسيك اللي 11 عالميا وهو منتخب عالمي، لانه من 94 هو يشارك بانتظام في كاس العالم هذه اللي اخذوها، رغم ان كاين هناك احصائيه غلطونا بها، هي تاع 20 مباراه ما كانش فيها، وما كانوا خسروا لقاء امام الارجنتين، عنده 7 مباريات دون هزيمه عكس ما قيل سابقا. يبقى انه شاهدناه في لقاء ودي امام منتخب هولندي وين قدم مستوى كبير، باش نقولوا وفي ظروف اننا لعبنا بمنتخب منقوص عدديا في الشوط الثاني بعد طرد لاعب قديورا، كل هذه الظروف جعلت من التعادل نتيجه ايجابيه. وعلاش زاد ولا نتيجه ايجابيه؟ لان المنتخب هذا زاد ما خسرش لقاءه مع بالماضي العشرين، يعني دخلنا في الإحصائيات الإيجابية. ولكن باش نقولوا باللي عندنا منتخب كما البعض أو كل حمليح طموح أنا راح ندوب به كأس العالم، لا فوطا نغتروا، لأن الأصعب راه قادم، عندك تصفيات تاع كأس أمم إفريقيا وعندك تصفيات تاع كأس العالم راح تكون صعبة كثيرا، وهذا المنتخب راه وصل يعني مستوى كبير وراح يصبح مطمح اي فريق. لكن المنتخب اللي يخلي الجزائريين يقول لك انه في كاس العالم وكما تقول انت ندو كاس العالم، تغيير النظره اللي كانت قبل عامين تقريبا 2017 انت خارج من الدور الاول، 2020 تتحدث عن الطموح في كاس العالم، تغيرت المعطيات تماما. المعطيات لان المدرب نهار جاء كي كنا بهذه المعطيات اللي كنت تكلم بها، نهار جاء قال لهم راح ندي كاس افريقيا، الاغلب الجميع اغلبيه ضحكوا عليه، قال لك هذا مجنون، محللين بعض الصحفيين قال لك هذا المدرب راه يبيع لنا في الوهم. المدرب كان عنده طموح، حقق الطموح تاعو، دركا ويقول لك لازم نروحوا بعيد لكاس العالم. الناس يبدا تامنوا اللي ضحكوا عليه سابقا، راهم بداوا يعاود غيروا اللهجه ولا يقول لك لما لا، عندنا منتخب عالمي. ولكن انا هو كمدرب من حقه يصرح هذه الامور، لانه يعرف او يوجه رساله ربما للاعبيه او يحدد لهم السقف تاع الاهداف المستقبليه. ولكن حنايا كاعلاميين كمختصين ما لازمش نديروا ضغط سلبي بهذه التصريحات وبهذه الاهداف باش المنتخب هذا نعود نشوفوه هو اللي حيجيب لنا كاس العالم. لا هذا المنتخب عنده هدف قريب، هو التاهل الى كاس العالم اللي يبقى الهدف الجوهري، ولما لا الحفاظ على التاج القاري في دورة كاميرون. جميل. عبد الكريم صابر الشريف، طبعا اللي يشوف الأسماء اللي لعبت المباراة الثانية أمام منتخب مكسيك تغييرات كثيرة مقارنة بالمباراة الأولى أمام منتخب نيجيريا، وتقريبا الاعتماد الكلي على اللاعبين اللي متكونين خارج الجزائر، هذه الصورة. هل فعلا نحن دائما يجب الاعتماد الكلي على اللاعبين اللي خارج الجزائر، وإن كان أنا لا أفضل كلمة محلي ومغترب لأنه في النهاية جزائري جزائري، أنا أتحدث على التكوين بحد ذاته بهذه القوة المبهرة اللي خلتنا نشوف هذه الصورة أمام نيجيريا وخلتنا نشوف الصورة أمام المكسيك.
قبل ما نجاوبك على السؤال هذا، أن نوري لك برك الترتيب البيت اللي هضر عليه الشيخ وشخصيته نتاع عليه. انا نظن باللي المدرب ربح ثقة اللاعبين اللي طريز امبورطون، عنده مجموعه هذوك وربح مجموعه، ربح الثقه، والثقه هذه ربحها باش خلى توجور ان كونكورونس بين اللاعبين، اللاعب يولي يدير فيه ثقه ولا كوميونيكاسيون تاعو معناتها الرساله تجوز للاعب ولا تلحق، هذه اللي خلات المجموعه تكون عندنا، نقولوا عندنا مجموعه واللي تقدر تروح بعيد. وش هي الحاجه اللي تخلي الميساج يجوز بين اللاعبين والمدرب؟ حتى ولا كنت انت كنت كان عندك واحد من اسبانيا اسمه الكاريز، وعندك ماجير اسم كبير اللي يشوفوه كان يشوفوه قدوه، وعندك اسماء من قبل اللي جورج ليكانز درب في بلجيكا واسماء اخرى. وش هي الحاجه اللي في رايك انت المدرب يوصل الميساج بسرعه؟ ديجا لا كوميونيكاسيون هذه يعني با دوني ا طول موند، باش تلحق لو ميساج هذا يفو تكون لازم تكون عندك لا فاسون اللي تلحقها، سا ديبون اللاعب اللي راك تقابله والمستوى تاع اللاعب مع المستوى تاع المدرب. نعم هذه ديجا. وكي تكون تحكم بالحق، حنا نقولوا كي تكون عادل، واش قال الشيخ مقبلات، كي يشوفك باللي انت مدرب راك حاكم عادل يتقبل كل شيء، كل شيء يتقبله مهما كانت صفه اللاعب هذا. هذا الشيء اللي يخلي الثقه، كي تكون ثقه في المدرب لا كومونيكاسيون تلحق، الميساج يجوز للمدرب. دوك نولوا للسؤال، لانه في كل الميادين حتى في خارج كره القدم، حتى ولو اذا كنت عادل، انا اتحدث على غير كره القدم، الناس راح تثق فيك وتحبك حتى ولا تعطي لها قرارات اخرى ماهيش في صالحها، صح؟ بيان سير، باسكو على باله بلي ما درت شيء هذاك وما كانش في صالحه، ماروش ماكش معمد باش تضر الانسان هذاك، معناتها او يشوف فيك بلي راك توي ديريكت، راك تخدم قباله كيما نقولوا حنا. دوك نولي للسؤال تاعك اللي على طونك الفرق تاعنا ما دارتش للتكوين، ونديروا التكوين ونبداوه من الباساج، معناتها من الاصناف الصغرى العمر الصغير، نقعدوا دائما نجيبوا لعابين. من يكون، انتم ام الفرق؟ هي احنا نقولوا باللي الفرق لازم تكون دير تكوين، ومن بعد كيما الفرق ما ديرش تكوين ولا الاتحاديه راحت للتكوين، الفرق ولاو يقولوا الاتحاديه مش اختصاص تاعها التكوين. انا جو بونس اتحاديه كره القدم سي لا فورماسيون اي ديفلوبمون دو فوتبول الجيريان، معناتها ماهيش اتحاديه تاع فريق وطني سينيور برك ولا تاع بروغراماسيون ولا تاع ديزاربيت، معناتها اتحاديه عندها الحق في التكوين. دونك لي زيكيب ما داروش التكوين، ما نقدروش نقعدوا نستناو الفرق هذوما اللي عندهم 30 سنه ولا نقولوا 10 سنين اللور، هما يهضروا على سون دو فورماسيون اللي مازال ما تبناش، معناتها لازم نجوزوا للتكوين، ما نقدروش نستناو. انا جو بونس توجور ولا ما بديناش التكوين وما رحناش للتكوين من اساس سي دو بون باز، معناتها التكوين ماهيش ايماج قال عندي ان سونتر دو فورماسيون ونجيب لاعبين وندخلهم تما، باسكو التكوين هذا عنده بزاف حوايج اللي يخليك طبعا تنجح. انا جاي لهذه النقطه لانه هو المحور الثاني في برنامجنا الليله اليوم. خليني مع ابو علام ناروم للتصريحات تاع جمال بلماضي اللي اعقبت المواجهه امام منتخب المكسيك. طبعا هو التصريح الاول راضي على هذه التشكيله والنتيجه المحققه، وقال بانه خاصه وان هذا المنافس هو منتخب عالمي، عكس ما يقول البعض بانه المكسيك ماهوش منتخب عالمي. Très satisfait. La fin difficile, elle est due au fait que depuis la 55e minute, nous jouons à 10 contre une équipe comme celle-là. Jouer en infériorité numérique, c'est de suite difficile. Et malgré ça, on menait jusqu'à toute dernière minute. J'ai revu le deuxième but qu'on a encaissé. Il était évitable. En tous les cas, comment ne pas être satisfait aujourd'hui, jouer contre des équipes comme ça, 9e rang mondial, et sur 20 matchs, 19 matchs, je crois, sans défaite, à peu près ça. C'est une équipe voilà, avec des individualités, un collectif qui tourne bien. Et nous, aujourd'hui, on n'était pas à la hauteur, plus qu'à la hauteur. Je suis quasi certain, c'est pas mon genre de parler comme ça, mais je suis quasi certain que si nous terminons ce match à 10, c'est une victoire qui aurait été largement méritée. بعلم نعلم، هل هذا هو المعيار الحقيقي لأي منتخب؟ خليني نقول لك ليس لأي منتخب، للمنتخب الجزائري، باش تقيس النيفو تاعك هل مع المنتخبات اللي تكون مستواها كما منتخب المكسيك؟ هو أصلا يعني المنافس هذا في محله، خاصة في المرحلة هذه، يعني تقيس به. أنا الشيء اللي حبيت نفهم يعني نطرق ليه هو يوم يقول جو سوي ساتيسفي، احنا دائما يعني لازم ندخل في جو المباراة، يعني كأننا احنا المدربين، يعني كل مدرب المباراة يوم يطلع هذا بالتعادل وفاز، نعم، يكون يعني كما قلت شيء إيجابي،
نعم. يعني إذا فرح له الحق لأنه هو كان عايش الضغط اللي كان عايشين حتى ولا ما يكونش في قدم مستوى مثلا مميز مع ذاك المنتخب يكون سعيد، ولا نفسيا فقط هو اللي يخلي يوصل المساج يوصل الرسالة للاعبين على أنه فرحان فقط معنويا؟ لا فرحان هو أصلا كما أقول لك سيتي ساتيسفاكسيون كما أقول لك مسموح بها ولوجيك. نعم. لكن هو الآن يوم يعاود يشوف المباراة يشوف الأشياء اللي ما مشاتش، لكن من حقه يوم يقول جو سوي ساتيسفي، لكن الناس يوم تشوف أنه بتسعى وما تنهزمش وتشوف يعني كل الضغط وما تنهزمش وتخرج من المباراة يعني متعادل، هذا شيء إيجابي. علاش؟ لأنه تشوف يوم ممكن يجيك نفس الضغط نفس الجو المباراة وتخرج كما قلت متعادل أو فائز يعني في المباراة. الآن شوفوا الفريق المكسيك دار كل أشياء باش يفوز نشوفوه، وما هوش فريق بسيط، يعني لو نشوف الاستحواذ على الكرة والأشياء اللي كان يجربها قدامنا ممكن فيه فرق صغير أنه هم راهم يجهزوا فريق سير البلان جينيرال، لكن احنا لعبنا باش ندافع ونحاول نفوز ندير نتيجة. لعبنا باش ندافعوا؟ لا. طريقة لعبنا كانت دفاعية أكثر؟ تقريبا، لأنه طريقة الدفاع بعض الأحيان يوم تقدم هجومك يعني فور لا ديفونس يعني لا ديفونس يعني افونسي، وخاصة يعني بالسرعة هذيك انك راك دافع بعيد على بابك، هذه طريقة. لكن نشوفوا انه الفريق المكسيكي 30 دقيقة هو مستحوذ على الكرة، يعني تأقلم علينا، يعني هما في يعني الشوط الأول الفريق المكسيكي بين انه يقدر لو يضغط عليه اي فريق ثاني يعني في مباراه اللاعبين تاعهم يقدروا يستحوذوا على الكره بهذيك الطريقه، هذا شيء ايجابي. احنا لازم في المستقبل نحاول نشغل هذا، لانه راح يجيك بعض الفرق تبقى الكره او تجي تضغط عليك ضغط كما اقول لك سلبي، يعني كما اقول لك سيت تونتاتيف ولازم تخرج بالكره، لانه الكره الطويله ما لصالحهم. لو شفتهم هم ما لعبوا الكرة الطويلة، لكن هذه هي كرة القدم الحديثة، أنك لازم تقدر تخرج الكرة تاعك من الآن. نشوفوا استعمال حارس المرمى في تحضير الكرة، هذا لازم نرجع عليه احنا. نعم. عبد الكريم صابر الشريف، انا قبل ان اذهب الى مراد، هل لازم انت تكون عندك شخصيه منتخب وطريقه لعب منتخب جزائري في حد ذاتها كما يقول البعض، لازم تكون عندك هويه، ام انه الان كره القدم عالميه كما كان يقول لك كره قدم عالميه تقدر تلعب باي طريقه طريقة لعب، ولا لازم تبقى لك الهوية كما يقولوا؟ لا ما عندهاش علاقة، ما عندهاش علاقة. أنا هذا طريقة لعب عالمية، الناس قاعدة تتقدم كما قال لك الشيخ. دوك اليوم درنا امبريسينغ، أو حبي يشوف حاجة اللي يقدر يستعملها مع فرق اللي يقدر يكون معها، غدوة نقدروا هذو مباراة ودية، غدوة نقدروا نشوفوا يلعب ان بلوك ميديوم وين كاين فريق اللي يقدر يجيك هكذاك. ولماذا الصورة تكون تقول لما تشوف برشلونة تقول لك هذه هي طريقة برشلونة، وبعد سنوات تقول برشلونة ضيعت هذه طريقة اللعب، ولما تشوف مانشستر سيتي يقول لك الفكر تاع غوارديولا جابوا من برشلونة الى مانشستر سيتي. ليدونتيتي تاع الفريق، تهضر على ايدونتيتي تاع الفريق. اي نعم، تاع الهوية. الهوية الهوية نقدروا نديروها فيك افيك ان بروجي جو اللي تقدر توجدوا مع الوقت مع الوقت مع دي ماتش هكذا دي ماتش اميكو، ومن بعد تخرج مع اللاعبين اللي عندك، تولي تخرج عندك طريقة لعب خاصة بك اللي تقدر تقابل بها. طبعا خليني نروح للتصريح الثاني بالنسبه لجمال بالماضي، يتحدث على المنتخب المكسيكي حتى يتحدث، قال انه عملنا على تصحيح بعض الامور التكتيكيه، سيجيبونني طبعا ضيوف الكرام حول هذه النقطه، وان المنافس غير من نهجه التكتيكي عده مرات. هل فعلا كان المنتخب المكسيكي، انا طبعا اشرك ضيوف الكرام في طبعا حتى مع بوعلم ناروم ثم اتي الى الامور الاخرى غير تكتيكيه لمراد، هل فعلا كان المنتخب عالي تكتيكيا بالنسبه وغير طريقه لعبه عده مرات؟ كيف شفت انت؟ حتى نعاود نرجع لهذا. يعني هذا شيء ممتاز، الان راح يبني على هذا. لو نشوف يعني طريقه لعبهم، يعني كانوا يحاولوا يحافظوا على الكره وراء ببطء، يعني بعد حوالي 20 دقيقة حاولوا ذاك التحضير اللي كانوا يحضروه يلعبوا على العمق. يعني هذا هو الفرق. يعني هما يوم اون فوا كونت يعني كي جاتهم يعني كونت ايزون ايلور اسيس تاكتيك الحفاظ على الكرة، هذا مكسب، صاروا انه الا شفت يحاولوا يلعبوا الى من ثلث تاعهم الى وسط الميدان من تما، يعني حوالي 20 دقيقة باش ولاو يلحقوا المرمانة. هذا اذا لاحظوا شيء ممتاز. علاش؟ لانه لو نشوفه لو نعاود نرجع بدون ضغط نشوف المباراه، صح الفريق المكسيكي هذا كان يلعب جماعيا كثير، وبعد يوم الوسط ولا جماعيا لكن نحو القدام، بعد باش رجع في الفرديات تاعو نحو المرمى تاعنا،
وهذاك الوقت اللي لاحظنا جاهم فرص وزادوا سجلوا الهدف. هذه تدريجيا لانه ما عندهم ما اقول لك اش وعلاش، لانه المدرب هذايا اللاعبين اللي عنده يقدر يدير بهم شي حل كله تجريبي. والكره الحديثه الان يوم تكلمت على برشلونه، برشلونه يعني يوم كانوا يلعبوا كثير الاستحواذ على الكره، صحيح. الان صار وقت انه هذا غير كافي في الكره الحديثه. نعطيك مثال ثاني، لو ناخذ البايرن ميونخ يستحوذوا على الكره تقريبا مثل برشلونه، لكن عندهم الذهاب الى الامام. هو الفرق الان برشلونه يعني يلعبوا حتى يعني يلقاو الخلل، لكن اسمه الان بايرن ميونخ بنفس الطريقه، لكن يحاولوا يفرضوا عليك انك تخطئ. شفتوا انه كثير يعني يستعملوا مولر وزاد لوفانوفسكي على باديه. هذه علاش؟ لانه الناس كلها تحوس تلعب مثل بايرن مثل برشلونه، استحواذ على الكره وروح يمين وروح يسار. لكن الذكاء تاع الالمان نفس الشيء، ما دام هو اهم شيء الان في الكره انه الاستحواذ الكره، لكن صاروا انه يروحوا كثير للامام. لو تشوف الفرص اللي تجي في بايرن من البايرن ميونخ في مباراه على الاقل 10 ولا 11 فرصه تاع تسجيل، يعني يصلوا الى 6 امتار تاع الفريق المنافس. هذا الفرق بين يعني سؤال كان في محله، ليش يعني برشلونه استرجع؟ ليش؟ لانه الناس ولات تقلد برشلونه، لكن التقليد لازم تكون لمحه تاعك. بايرن داروها. الان لو نشوف فريق المكسيك، لو نعاود نرجع نشوفوا انه رايحين تدريجيا حاولوا على استحواذ الكره من ناحية الجماعية باش كل الناس تدخل في الكرة. نعطيك على سبيل المثال، احنا لو نشوف على 30 دقيقة محرز وابراهيمي ما لمسوا كرة، صح؟ يوم جاتهم كرة ما تعطشين الكرة، ضربوها بقوة. لكن لو كانوا كثير كور الهدفين اللي ما سجلناهمش، ممكن كانت كلهم فرصة، لأنه كانوا تأقلموا وكانوا ممكن استحوذوا على الكرة، وكانت يعني تأقلموا مع هذه الكور اللي جيهم بكل بساطة. مراد هاشمي، الأرقام اللي عندك طبعا تعطي لجمال بلماضي الكثير من الإيجابيات، وأنا سأقارنه طبعا مع الفترة السابقة وما الذي تغير. لما تقول أكثر من 727 يوم بلا هزيمة و20 مباراة و52 هدف في 20 لقاء في معدل تقريبا 2.6، هذه الأرقام هل تعني أنه مدرب ناجح، أم أنه عرف وين كاين المشكل، أم أنه التركيبة اللي عندك الأسماء اللي عندك أسماء مميزة، أم وين أنت في رأيك لما تشوف هذه الإحصائيات؟ هل تهم؟ بالطبع تهم. أنا بالنسبة لي بالماضي كاين، بالماضي قبل كان وبالماضي بعد كان. بمعنى أنه قبل كان بالماضي جاء صاب ورشة منتخب نقدر نقوله محطم، هو نفس يعني التعداد تقريبا، ولكن كان محطم. هو راح شاف الخلل تاعه، الخلل تاعه ربما كان معنوي، كانت مشكل نقص. لان انا كنت اتكلم على شخصيه المدرب، انا بالنسبه لي المدرب الفاشل هو اللي يقتل المنافسه، ما كانش مدرب فاشل، ولكن كان المعيار الوحيد باش نقول لك هذا مدرب فاشل اللي يقتل المنافسه في الفريق تاعه. ان وحنا هذا هو المشكل اللي كان عندنا في المنتخب الوطني على مدار السنوات كلها، مش سنوات، ربما باستثناء فترات مثلا نجاح. انا نقول لك حالي لوزيت، ربما لانه بعد المنافسه حالي لوزيت كان يدير تشكيله في المونديال بين مباراه ومباراه كان يغير تشكيله، ولكن لاعبين حتى وين اجبر على التغييرات هو على كل حال. ولكن في المونديال كانوا كل لاعبين متحمسين، انت كي تغير بطلب من رئيس الاتحاديه طبعا. لا، هذه اقوال تاعهم، صحيح. انا هذه الامور من امنها، لكن الصحفي الذي يبحث دائما يكون عنده. لا لا لا، باش تجي انت دير الفاي تقول له غير تشكيله ودير هاد اللاعبين، ما نعتقدش. خاصة أنه في المونديال كنا نعرفوا أن العلاقة كانت فاطرة وباردة بين الناخب الوطني، صحيح، ورئيس. كيفاش كان يدير له تشكيلة؟ هذه أقوال تاع الناس اللي كانوا. المهم نقعدوا في بالماضي قبل كان، كان عنده تحدي أنه يعاود المنتخب، رد الاعتبار تاع المنتخب، وهو فاق دار هدف تاع كأس إفريقيا جاته في مصر، قال كان نروح نلعب كأس إفريقيا، مد ثقة اللاعبين، وظف اللاعبين في احسن يعني في احسن المناصب تاعهم، صابوا باللي عنده الروح هذيك تاع الفوز، يحب يفوز حتى في اللقاءات. يعني مراد هاشمي، الروح وشخصيه المدرب وصرامته هي التي صنعت الفارق في رايك؟ بالطبع. والحاجه فيما فشل بقيه المدربين، لا، وكاين عنده، كان عنده كذلك ربما معطى اخر ولا يعني امر اللي يعاونه، هو انه قريب من اللاعبين، هو لاعب مغترب، عاش لعب في المنتخب الوطني، لاعب عنده هو مغترب عايش ربما لهيه، وعنده نفس يعرف الفكر كذا، ولكن عاش بزاف كان في الجزائر، ماشي هذوك اللي جامي جاوا للجزائر في الصيف،
يعرف يعني العقلية المحلية ويعرف عقلية لاعبين المغتربين، هذا هو السلاح تاعو اللي وظفوا. سأعطيك تصريحا طبعا لواحد من الطاقم الفني السابق، مهم جدا طبعا ما يقوله جمال مناد حول لماذا نجح جمال بالماضي ولماذا فشل الطاقم الفني السابق مثلا، ما الذي جعل جمال بالماضي ينجح وما الذي جعل طبعا باش نقعدوا في ماجير. سألت إليك بعد ماجير، بعد ما يتحدث جمال مناد ماذا يقول عن ماجير وعن الطاقم الفني، إليك جمال مناد. احنا في وقتنا سي ان مونك دو كومونيكاسيون، ان مونك دو كومونيكاسيون. الكلام اللي كان يوجهه المدرب انذاك بالك اللي مال بيرسو بار لي جوار، اللي مال بيرسو ولا ما على باليش، كاين حاجه اللي كاين خلل. مي سان في با دير كو انا با في ديفور، سي انا في دي زيفور. وانا كنت قلت له المدرب، وانا كنت علمتها يعني عموميا بيبليكمون، قلت باللي ما نقدروش نكونوا فريق وطني متكون 100% محلي، عمرنا ما نقدروا نكسبوا. طبعا مراد هاشمي، ما رايك في هذا التصريح؟ واحد من الطاقم الفني يكشف ما حدث سابقا يعني. هذا كنت يعني نقلك على هو جا في النفسيه. انت نحكموا قبل ما يجي رابح ماجر الى المنتخب، قياده المنتخب كان محلل في قناه، صحيح التحاليلات تاعو في القناه تفهم باللي راه المدرب 90% راح يفشل مع هذا المدرب اللي كان نحبوا ولا نكرهوا، كانت عنده فكره انه هذا المنتخب لازم يكون مشكل من اللاعبين المحليين، هاد اللاعبين المغتربين ما يصلحوش في افريقيا، هاد في انت عندك هاد اللاعبين ما يلحقوهمش هاد لي زيكو. انت كنت تنتقد فيا اليوم جيت تدربني وجيت تحب دير معايا. عندها علاقه مباشره بفشله؟ بالطبع البدايه تاعو كانت فاشله. ما اللي يقول لك ماجير كان التيار يمشي بين ماجير ولاعبين المغتربين ما كان يكذب عليه. هو ما يعطي أن الصوره اللي كان يقولها رياض محرز سابقا بعد رحيله بحماجير، كان له تصريح ايضا مثير، والان ايضا فيه تصريح لرياض محرز ويربطه ايضا بصوره مع جمال بالماضي. ماذا قال طبعا بالنسبه لرياض محرز قائد المنتخب؟ رياض محرز في عهده ماجير ليس رياض محرز الان، رياض محرز اللي شكر بالماضي واشاد بالانطلاقه الجيده والروح اللي اكتسبها الخضر تحت قيادته، قال في هذه الصوره اللي أنا نشوف فيها هو يعانق جمال بالماضي: شكرا جزيلا لهذا الرجل الذي بث الروح في منتخبنا. عندها معنى مراد هاشمي؟ هذو كلهم رسائل. هاو فاش نجح المدرب هذا جمال بالماضي، وهاو ينفشل رابح ماجير. رابح ماجير كانت عنده فكر وكان يتكلم مع اللاعبين. نعطيك انا مثال، كان يقول اسلام سيماني راني نشوفك انت مع لاكروم في الهجوم، واللاعبين يتكلموا بيناتهم. دوك سلام يروح يقصر مع محرز معه كذا، يقول له باغ لو حاب يدير لاكروم كذا، انت كيفاش راك تكسر في روحك؟ لو سمحت حكيم ممكن تفضل يا مان. طبعا تفضل. يعني كنت سؤالك الاول كان لست مقتنع بما يقوله مراد ولا لا؟ نزيد معاه كما يقولوا لي القور، نزيدوا الماء لا لا دعموا الطاحونه باش ما نقولهاش بالفرنسيه. لست مخطئ صحيح. شوف جمال كان صرح شيء، قال لك لو ميساج ايتي مال بيرسي. سؤال كان في محله يوم قلت له هل هذا يكفي انه اللاعب المدرب يتكلم على هذا؟ ممتاز. شوف جمال يعني يعطيك الخلاصه، ايتي مال بيرسي. مال بيرسي لانه كان مراد يعني جواب على كلامك، قال لك يفهمهم وفهموه لانه كان عايش لهيكا. كي تقول مال بيرسي، هذا مال بيرسي يزيد يعطيك انك اذا يولي ايروني، يولي غير مفهوم، وش يولي مرفوض. هذا هو يولي مرفوض، يولي مال بيرسي. اذا مال بيرسي وقال لك جمال، قال لك انا قلت له يعني هذا الشيء ما نقدرولوش. اذا هو مال بيرسي اون بليس فوزيتي افيرتي ايفو نافي با كوريجي، ها هو النتيجه. هل فيه فكر مدرب انه يفرق بين انت عندك نفس الجنسيه، جنسيه نفسها، هل يهمك تسكن هنا ولا تسكن لهيه ولا هل يهم هذا مدرب؟ لا المفروض، لا المفروض شوف حتى ولو يكون تفكر فيه ما لازمش يظهر. يعني الان لو نرجع لكلام جمال، يعني لو كان رابح حاب يدير فريق محلي 100% يخليه كما اقول لك في نفسه ويجهزه تدريجيا، تقول هذه هي طريقه عملي. لكن اذا انت الناس اللي راهي تشتغل معاك، اللي راهي تلعب معاك،
تحاول انك هي اللي راح تلعب يوم المباراه رسميه والله الوديه، وانت تدير في فكرك انه ماشي هادو اللي رايحين يلعبوا. لا اي واحد يرفض يعني، حتى الاخر اخر كما يقول لك لو ديرني رومبلاسون ناكسبترا با، لو بروميي تيتولير ناكسبترا با، باسكو يقول لك اتو مومون جو سوري ايفانسي. الان نشوف انه باش نرجعوا لكلامك سؤالك ممتاز، انه المدرب يوم تكون تصرفاته بهذه الاشياء اللي تكلمت عليها يوم زادها بالماضي، هي جابت نتيجه لانه كانت خاصه واللاعبين كانوا تمرمدوا، جابين لهم مدرب ضعيف شخصيه، جابين لهم مدرب يقول لك هذا من التكوين، جابين لهم مدرب كانه ماهوش موجود. يوم جاء هذا جاء في وقت انه البيت فارغ هكذا. الشيء اللي داروا تدريجيا، ذكاؤه واش داروا تدريجيا ويكومينيكي بكثير مع اللاعبين، ماهوش مال بيرسي نون سيلمون يل كومونيكي اون بليس لي جوار ايتي ريسبتيف. يعني هاد الاشياء اللي كان مكسب للفريق مكسب ليه، والان يعني كما قلت المنظومه مثل ما قلت انت قبيله يعني العباره هذه صارت انه منظومه الفريق الوطني موجوده. لانه علاش؟ لانه الان كل ما صار يطلبوا من ناحيه التنظيم، من ناحيه كما نقول لك التحضير صار موجود. هذا احنا كما نقول لك لانه علاش؟ ما ننساش أن الجزائر والفيدرالية الاتحادية الآن عندها إمكانيات ماهوش مثل زمان. الآن إذا جيت مدرب وما طلبتش أنت المخطئ، لأنه كل أشياء موجودة والحمد لله. طبعاً عبد الكريم صابر الشريف، هل الصورة اللي قدمناها أمام المنتخب المكسيكي ويقولوا أنه فيه منتخبات كثيرة، منتخب مثل هولندا، منتخبات مثل غانا، ومنتخبات أخرى تطلب مواجهة الخضر، هل هذه الصورة الحقيقية للمنتخب اللي لازم يبقى عليها، أم أنه لازم نزيد ونخدمه باش نروحوا أشياء أخرى؟ دوك نكمل في السياق برك تاع انت قلت اسكو كاين مدرب يخمم بالطريقه هذيك باش يكسر الفريق تاعو. انا جاب لي ربي كون نولوا لي ديكلاراسيون تاع رابح ماجير في لي بلاطو، كان دائما يقول ما كاش لاعبين هنا وكاين لاعبين هنا، دا هذيك العقليه حب يفرضها باش يثبتها ويقول بلي كي كنت نهضر هذا هو الصح. هذاك اللي خلاه كما قال لك الشيخ كان عليه مراد صح، كان يقدر نعم تفضل سعود إليك. ماجير أنا بالنسبة لي لأنه ضحية، كان ضحية تاع خطاب شعبوي ظهر بعد ما فشل المنتخب في عهد ليكانس دار كان يعني كاريتي، وبدأ الخطاب عاود خرج الخطاب تاع اللاعب المحلي وكأنه الحل في هاد اللاعبين المحليين. صح احنا ماناش ضد اللاعب المحلي بصح كيكون عنده المستوى، وهذه تاع جدل تاع المحلي والمختلف جدل عقيم عقيم. كاين لاعب محترف لانه كاين لاعبين عم يتقاضوا اجور ربما هنا في البطوله الوطنيه اكثر من لاعبين عم يلعبوا خارج صحيح. الوطن اذا او لاعب موش كان بكري نقدروا نقولوا في عهد بوعلام العرم كلاعب كان هذاك الوقت تقدر تقول لاعب هاوي ولاعب محترف، وعلام العرم كان لاعب هاوي صحيح كانش مازالني هاوي تواضعا منك. تفضل صباشي فيها حول هذه النقطة. قلت لك في الباب هذا ومن بعد ولات كما قال لك شعب جزائري كاع لاعب محلي لاعب محلي، واش داروا لنا هذو؟ احنا ماذا بينا نخرجوا ديجا من هذا النقاش هذا اللي ما راح يجيب حتى فائدة للفريق الجزائري، باسكو هذا جزائري وهذا جزائري. طبعا بالنسبة لمواجهة هولندا طبعا قال لك بالماضي بأنه كانت مبرمجة قبل الكورونا، ولكن هو يتحدث على هولندا. دعنا نسمع إلى جمال بالماضي يتحدث عن المواجهة بين الجزائر وهولندا، هل كانت مبرمجة من قبل أن تلغى؟ أعتقد هذا صار. تفضل. طبعا يتحدث مراد على منتخب هولندا. هل الصورة من الأول كانت هولندا برضه ولكن بلجيكا؟ تصريح الاخير تاع المكلف بالاعلام سي صالح باي قال لك باللي يعني لولا مشكل تاع كورونا كانت هناك. انا ارغب في هل الصوره الان صوره ناصعه لكل المنتخبات لما يشوفوا صوره منتخب جزائري فايز بكاس امم افريقيا وعايد كل هذه المنتخبات تبحث عنه، هل وصلنا فعلا لصوره عالميه؟ بالطبع هذا الدليل انك مادام منتخبات الكلمه تفضل تفضل ليك سعد مادام عم يطلبوا مواجهه تاعك عندك مستوى، هاد المنتخبات عم يشوفوا في المستوى المردود اللي تقدمه كما ما يشوفوا تقدم كره. ما رايك عبد الكريم؟ نسير احنا واش قلت ولا احنا دوك لحقنا المستوى وهذا هو المستوى ولا نزيدوا نخدموا؟ احنا كتقنيين ولا كشعب جزائري ديجا كي تهضر لازم نزيدوا نخدموا، ومع مدرب كيما هذا جو بونس با راه يحبس في هذا الباب ويقول لك خلاص الحقت. انا جو بونس ميم كي تشوف فرق كبيره وفرق عالميه تطلب الفريق الوطني باش يلعب معها، احنا واحد الوقت كنا نحوسوا على فرق من المستوى الثالث والرابع ولينا حتى نلعبوا مع فرق من البطوله الجزائريه من القسم الثاني صحيح. لعبنا مباراه
كارثه. الجزائر ضد الجزائر. الجزائر ضد الجزائر. الجزائر ضد الجزائر. تبقى في التاريخ. الوغ دوك الحمد لله الفرق ولات تطلب الفريق الوطني، معناتها رانا في تحسن ورانا في تقدم. ان شاء الله ان شاء الله نزيدوا نروحوا خير من هكذا طبعا نقدر نكون. حول هذه النقطه ساربط هذا في التحسن والتقدم اللي تقول لي عليه، بهل التكوين فعلا يسير ام انه الواجهه لافيتين هي المنتخب الاول؟ قبل ذلك دعوني اسمع الى تاتا مارتينو ماذا يقول، طبعا هذا المدرب الارجنتيني لمنتخب المكسيك، ماذا قال عن مواجهه المنتخب الجزائري؟ تاتا مارتينو مدرب كبير صح؟ كبير. لما يقول لك انه واجهنا منتخب بطل افريقيا واستفدنا منه، هذا هو هذا هو اهم شيء، هذه معايير المواجهات الوديه. هو دار مشروع، دار استفاد انه الفريق تاعو خرج ماهوش منهزم، طريقه اللي كان الاشياء اللي دارها موجوده. الفريق الجزائري دار له مشاكل كثيره من ناحيه الفرديه ومن ناحيه الجماعيه. واش حاب يقول هذا؟ واش انا هذا اللي اتمناه للفريق الجزائري، تكون عندنا هذه الاشياء هذه المشاكل، لانه يجيك يوم انه هذه المشاكل راح ترجع اذا ما صلحتهاش راح تدور، يعني كما اقول لك تكون سلبيه. لكن نحبوا انه ما نفوزش كثير ونتعادل ونصلح الاخطاء اللي تظهر، هذا هو. جميل. طبعا خليني اذهب الى الموضوع الثاني، لانه نادي اولمبيك مارسيليا مولات طبعا كشف على موقعه الرسمي عن وصول دعوه المنتخب الوطني الجزائري لخمسه من لاعبيه تحدث لاقل من 20 عاما. الاسماء يتعلق بالأبين جواكيم كادا، يانيس حجم، سيريل خطر، مهدي بعلوج، اضافه الى ياسين ريسا. النادي قال بانه لم يقرر بعد ما اذا كان سيسرح الخماسي المرتبط بمباريات البطوله الفرنسيه خلال هذه الفتره. توجه هذا مراد ايضا، خليني نروح لعبد الكريم صابر الشريف مدام هو مدرب اقل من 15 سنه، هل هذا هو التوجه الحقيقي لكم وللاتحاديه؟ شكرا. طبعا هذه هي كانت لنادي اولمبيك مارسيليا، هذا هو التوجه الحقيقي لكم؟ تجيبون الكثير من اللاعبين الاسماء المميزه مع تدعيمها بالاسماء اللي هنا؟ شوف حكيم، ديجا نبداو باللي هذا الشيء نورمالمون يندار من قبل، باسكو هادو جزائريين ما نستناش حتى يلحق الصنف الاكابر ونجيبو. متى تجيبو؟ وقتاش تجيبو؟ نقدر نجيبو، كاين دوك مام بالك راح تكون ليست على اوديسات. معناتها الانسان الولد هذا جزائري وحب يلعب في الجزائر ومن حقه يلعب في الجزائر. صحيح. والجزائر راح تستفاد منه سيرتو كي يبدا من الاوديسات والايفا ويكون في الفريق الوطني. دوك تقول لي هذا التوجه، ماهوش غير هذا التوجه، هذا بور مومون الاتحاديه، رئيس الاتحاديه ولا المديريه الفنيه داروا خليه اللي راهي في الخارج اللي تبحث على اللاعبين هادو. وكي تشوف بور مومون بالك عندك خمسه مارسيليا، كاين في ليون، كاين في سانت ايتيان، معناتها ماهوش فرق تاع الدرجه الرابعه. هاد اللاعبين لعبوا كاع في الفرق تاع القسم الاول، وكانوا في لا فورماسيون ولا في الاكاديمي، مدارس معروفه من كانوا صغار حتى لحقوا الاكابر، وراهم تما عندهم تكوين دو باز. حنا من بعد نولوا الاتحاديه اللي راهي توجد باغ اكزومبل، نقول لك انا في الاكاديمي فاف تاع خميس مليانه، وين الفريق الوطني اليوم عنده 8 لاعبين من الاكاديمي فاف الاوديسات، كاين 8 ديجا عندهم عام خدمه. انا بالنا باللي نورمالمون نقول ونعاودوا، لو كان كاين تكوين في الفريق الاتحادي راح تتبع الفرق هذوما باش يكون تكوين احسن. مي كي ما كاش انا نقول كاين تقريبا ان شاء الله راح يكون مركز تاع سيدي بالعباس اللي راح يكون فيه لي 15، وراح تكون فيها مجموعه كبيره. اتمنى يكونوا هذو المراكز ايضا مليح، المراكز يستفاد منها المنتخب، ولكن حتى ابناء المنطقه يلعبوا، لانه حتى في المنطقه مرات يضحك روحنا حتى في شوف في منطقه جليده صح لا المنطقه اللي كنا عين السلطان وجدوا صعوبه اذا اهل معليش حكيم هذا المركز تاع سيدي بالعباس هو سيتان بارتناريا اونتر وزاره الشباب والرياضه والاتحاديه. نعم نقول لك بالك عنده 4 سنين 5 سنين مغلوق. كي تقول لي ما لقاوش وهو مغلوق، ما نستفادوا منه للتكوين احسن. كاين مراكز اللي هضروا عليها كاع ولا بالنا بلي راح تتحل، كاين مركز تاع تلمسان في لالا ستي اللي راهو 80% قريب خلاص في الانجاز تاعو. معناتها احنا هذا الشيء اون باراليل الان، باسكو حنا ديفوا نخسروا مع الفريق المغربي ولا الفريق الليبي، الور كو هاد الناس ولا التونسي يجيبوا هاد اللاعبين، يجيبوهم في لو جوناج تاعهم، يجيو ايديسات، يجيبوا ايفا يلعب يقابلك به، وحنا التكوين ما كاش وتقابلوا بلعب محلي راح لو بروبليم. عبد الكريم صابر الشريف يبدو بان الصوره واضحه، ولكن مراد قد نصطدم بصوره مختلفه، صوره مشابهه عفوا، مثل عوار، مثل فقير، حتى يوصل الكبير. هل هذا التوجه لانه نجيبوا اللاعبين وهما صغار هو نفس الامر اللي تديره ايضا الجامعه المغربيه؟ هل هو هذه الصوره اللي ندير فيها تفادينا تفاديا لسيناريوهات
أخرى مثل ما حدث مع عوار أو فقير مثلا؟ لأنني شوف توجه، أنا نشوف خمسة لاعبين فيه انتفاضة شوية للاتحادية. أنا والله غير عندها مدة، كان واحد المدرب يعني منطقة مارسيليا في عهد الرئيس السابق، بعت يعني بعت لي رسالة، بعت للرئيس السابق مشروع تكوين أكاديمي اسموها أكاديمي فاف في منطقة مارسيليا ومشابه، باش يجيبوا لاعبين هادو تاع المغتربين يعني الجزائريين باش يديروهم في اكاديميه واكاديميه الجزائر وكيكبروا يعني ما يضيعوناش. كانوا الناس يعني تفكر في عندها شحال، جميل، لان على بالهم كاين فقير وكاين ما مشاش المشروع صح؟ ما مشاش، ما كاش رد حتى يعني قال لي ما حتى رد من هذا النطاق. راك تشوف ضيعنا، ربما كانوا قادرين هذا فقير وهذا عوار كنا نحطوهم في هذه الاكاديميه وراهم دوكا يلعبوا. لان اسمح لي، لان علاش انا نرفض الخطاب، شوف تاع التخوين اللي لحقنا له، يقول لك هذا عوار خائن وحركي. علاش خائن؟ ماهوش منتوج تاعك، خانك كنتايا كونته وربيته وصرفت عليه وبدلك. هذا لاعب ترعرع في مدارس فرنسيه، تكون ولعب في المنتخبات الشبانيه الفرنسيه، هدايا كان يختار هذا، كان يضيع الجزائر لو كان جزائري. مدرستك مدرستك انت ضيعت. نعم. خوخي كان عندك هنا في شراقه، راح جنس في قطر ولعب وتحصل بلقب مع قطر. هذا صح. ما رايك حول هذه النقطه؟ معلم ضرب يبتسم. اسمحوا لي، اسمحوا تفضل. ما بتيك البساطه اللي تكلموا عليها. يعني يوم نفكر انه نجيب اللاعب، نفكر نجيبو صغير ليكيب ناسيونال اي 17 ولا اي 18، ماهوش بسيط، لانه هذه محاوله، هذا اللي ماهوش مليح. لانه هذه حاولنا احنا 2006 درنا نفس الشيء، حاولنا على المستوى الاوروبي تقريبا، لو باش ما نقولش العالمي، جبنا 690 لاعب جزائري بين 15 و 19 سنه، كان محمد شايب وكريمو ارادي في هذاك الوقت. ما كانش الامكانيات مثل موجوده بالانترنت، لكن واش تقصد امكانيه؟ امكانيه يعني ماهوش مثل دركا الان ممكن تحصل الفريق يو 15 تاع ليون، هذاك ما كانش يعني. صحيح. لكن كان مجهود كثير يعني شايب، ويعني كما قلت بالاتصالات ما ننساش انه يوم بدينا الاتصالات في مدربين كبار مستوى الفريق الاول، والله يعني مدربين فنيين في الانديه تكذب تقول لك هذا مو جزائري، يعني ما مستحيل، لانه حاولنا احنا ودرنا نفس العقليه، اخذنا المدربين جبنا 40 لاعب نجوم اقل من 20 سنه نجوم، وفيه بعض اللاعبين ما جاوش. هذا هو المشكل، اللي ما جاوش بعد جاوا الفريق الاول. الان ما نذكر اسامي لانه الحمد لله استعملناهم بعد، لكن قبل يعني ايفا ما حبوش يجوا وما قدروش يجوا. ما ننساش الناس راهي فيها اسامي، في بعض الاولياء من هذوك اللاعبين. لا تنسى انه الان كنت طرقت عليه خفيفه، يوم تقول اللاعبين ايفا تقول له تعالى، واش قال تاع مارسيليا؟ قال لك سوني با دات فيفا، ولي ما عندهمش لي دات فيفا. اولا، ثانيا ما راحش يتلقوا المغاربه اللي يجوا، يجيك تروازيام كاتيجوري، احنا ما يجيكش، يجي هذيك تروازيام، احنا جبنا 15 لاعب هذاك انا هذاك تاع كيما نقول لك تروازيام كاتيجوري تاع لي سونتر دو فورماسيون. الان انا عندي زملاء احبابي راهم عندهم اولادهم في هذا الفرق اللي هم يحوسوا عليهم. الان هو واش يقول لك؟ كيما واحد كلمني باباه قال لي واش هاو جاتو الاستدعاء، والمدير الفني تاعو واش قال له؟ قال له نحن ندفع فلوس عليك، لانه جابوه قبل 16 سنه ويعطوا له بورس وراهم يكونوا فيه اون اكسترا تكنيك. قال له ما تروحش، لانه حنا ندفع ليك ونعطيك راتب كستاجير، ما تروح ليش. الان هذا اول ما راحش يجي، فيه ممكن ناس تجي، ممكن يجي راح ممكن يضيع على كارير تاعو. انا الان فهمت انه بعض اللاعبين ما جاوناش ايفان، وبعد يوم جاوا الفريق الوطني الجزائري ولات عندهم كما نقول لك انفورماسيون، ولات عندهم ايزون جيري لا كارير تاعهم ويزون جيري الاخر. لانه الان اللي فيه بعض اللاعبين لو احنا راح نضغط عليهم باش يجوا ممكن يجوا، لكن يضيع على كارير تاعو. علاش؟ علاش يضيع؟ علاش يضيع؟ هذا هو الان لازم نفكر انه كره القدم لا فورماسيون اللي ايديكاتيف سوسيال ايكونوميك سبورتيف، صحيح هاد الاشياء. الان هذا سبورتيف راه يحوس عليه، الان سي لو برو ايكونوميك. هاد اللاعب الجزائري اللي حبينا نجيبوه اون اي 20
عنده حوالي 4 سنين نيم ولا نيس ولا الاخر راهو ينفيستي عليه باش يجوزو ستاجير. انت هو ستاجير واش حاب يقول ستاجير؟ راهو يجهز فيه للبيع يا اما يلعب عنده اللهم بارك، ولا ما لعبش عنده وين يروح؟ يروح دي دو دي تروا بفلوس. انت كي يوم تجيبو لهنايا يعني يقول لك هدايا كانك البضاعه تاعي راك سرقها لي، ماهوش حتى يكون سينيور واش يولي. يا اما يبداو يعني يجيروا له المشاكل باش ينطفي، يا اما يمشي معاهم. الان كما قال الان هذا احنا الطفل اللي يعني 18 19 سنه ما نقولوش علاش ما جاش، لانه يقول لك لونفوني با سو كي لي سي كو لو ميديو افي دو لوي. هذا الطفل عايش هيكا ما تقدرش تقول له حب الجزائر وذا. اذا كان في العائله اذا كان في العائله الناس دخلت له هذه الامور ويحب الجزائر وذا منا، لكن نشوفوا انه من الصعب من الصعب. ماذا يجب الان السيد عبد الكريم؟ انت واحد مدرب منتخب ارقام ال15 تعيطوا اللاعبين كما يقول لك انت، اعطانا امور مهمه جدا لانه ماشي فقط تعيط له. معليش انا الشيخ ديجا كي بدا قال لك هما داروا المحاوله هذه شنو ما كانوش الامكانيات. دوك ما بقاتش تليفون ولا تبعت له برك، دوك كاينه خاليه واسمها فافرا دار اللي هي تنشط سير بلاس. معناتها قبل ما زقوا للناس هذوما يا ان كونتاكت افيك لو ديريكتور سبورتيف تاع مارساي بار اكزومبل ولو ديريكتور تكنيك تاع الاتحاديه وتفهموا وتهضروا. كاين دي كلوب اللي يقول لك سي بوينتات فيفا ما نعطيهولكش، وكاين وين وصلوا من غير دات فيفا. سيد عبد الكريم انا ارغب في تبسيط الامور اللي كان يقولها، راح بعيد اولياء نولوا للاولياء، راح لك بعيد، راح لك امور اخرى نولوا للاولياء. هو عنده الحق قال لك كاين اولياء يقول لك لا لا هنا باش انونساو هذه، هذه ماهيش خدمه تاع شهر عندها، باش خرجت ديجا كانت عندها عام ديجا ملي كانت واجده. حتى الناس دارت لو شونجمون تاع الجنسيه الرياضيه وكانت الموافقه تاع الاولياء، هادو كاع سي دي زيتاب اللي لحقنا لهم. انا مانيش نقول للشيخ بلي 100% راح كاين، باسكو اليوم راك تشوف خمسه كاين ليست تاع لي اوفان كاين 70 كاين في انجلترا كاين في شحال عندكم اي 15 مثلا؟ نو اي 15 مازال اي 15 في الاي 15 حنا عندنا مشروع المشروع تاع الاتحاديه كنا قسمنا انا والشيخ مقبلات، هو دينا لي اي 15 باش نوجدوا فريق الوطني تاع لي اي 17. معناتها لاول مره الاتحاديه مدت سنتين لتكوين فريق، باسكو بكري كانت الحق منافسه يسقيو المدرب يجيبوا لاعبين يتليمينا ويعاودوا يحوزوهم كاع. هذه المره مدوا لنا عامين سنتين لتكوين فريق، وهذا اللي سمح لنا باش نديروا دوره في كاع الولايه الدالجيري وين شفنا 3890 لعاب. تقدروا تشوفوا لما يكون عدد كبير نو ماشي على خطره حكيم، كيفاش باش تقدر؟ حنا باغ اكزومبل خدمنا بار ريجيون، هما مكلفين، تقدروا تظلموا لاعبين. دوك نفهمك، هي بكري كانت لا بروسبكسيون كيفاش تندار؟ كانت لا ليغ ولايه دير اون سيليكسيون ولايه، ومن بعد تولي اون سيليكسيون ريجيونال، يتلاقاو يديروها اون سيليكسيون زونال، ومن بعد المدربين تاع الفريق الوطني تجي في لا سيليكسيون ناسيونال اللي عنده 50 واحد ويدي 30. هذه المره حنا قولوا غيرنا، بالك في التغيير تكون فيها حاجه جديده. حنا حضرنا لي تروز اونترينور صغير مان اونترينور اون شاف ومرادي الطاهر وانا حضرنا لي سيليكسيون ولايه، من لا سيليكسيون ولايه زدنا رحنا شفنا في لا سيليكسيون ريجيونال لي جوار هذوك، ومن بعد دومونينا لي ليغ وين رحنا حضرنا المقابله تاع البطوله زدنا شفنا لاعبين في الفرق تاعهم باسكو تما اللي تشوفوا خير، ومن بعد باش نخرجوا الفريق في الزونال باش نخرجوه للناسيونال باش نخرجوا انوايو. ما راحش تحبس بلي راح نخرجوا 30 لعاب في 3800، ما نخرجوش غير 30 لعاب باسكو كيما كنا نحكيو ان جون دو 14 ولا 15 عندنا 4 شهور 5 شهور ما شفناهش نعاودو نشوفوه، دوكا نلقاو هذاك اللي خيرناه واحد اخر خير منه. معناتها يا توت ان ليستينغ اللي يقعد في الاتحاديه ونقعدو نتبعوهم بارابور لي ديريكتور. الاسماء المكونه اللي عندك في اوكانز مثلا النوادي يقولوا انه فيها من 3 نوادي او 4 نو حنا في اوكانز مغالطين بزاف. حنا لقينا لاعبين في فرق صغيره وراح نكونسيي واللاعبين هادو اللي راهم في فرق صغيره باسكو باغ اكزومبل نقولوا في الشرق في الشرق كاين فريق اللي راه يدير تكوين فريق وفاق سطيف او يخدم في التكوين. جميل. كاين لاعبين في فرق صغيره في جيجل ولا لقينا لاعبين بارابور لي غران كلوب لقينا في الفرق الصغيره وفي الريجيونال. حنا ماذا بينا كراي ماذا بينا نكونسيي اللاعبين هذولا لي بارون تاعهم يروحوا للفرق الكبيره اللي تكون في المنطقه تاعهم. هذا هو الكريم صابر الشريف. كنت سعيد جدا بتواجدي معك في اخر كلمه. تفضل سيد وعلم الروم. كلمه واحده؟ لا كلمتين ولا ثلاثه يلا معليش. هذا ياخذ 3 حصص. قل لي صحيح شو الاشياء اللي قاموا بها كانت ممتازه لكن جربناها لو نشوف يعني يوم قال لك حتى رحنا الولايه احنا يوم جانو بيلو دار نفس الخطا
يعني يوم جاب 33 القابل لي 30 اللي كانوا كلهم كنا احنا لقيناهم بنفس الخط بنفس الطريقه. صح ماشي كيف كيف شي خدي جديده برك اسمح لي بس ما كاش انوايو ما كاش احنا إيه ديمارينا من الصفر. ايه هذا انتوا كنتوا درتوا خدمه مليحه ايوا درنا عاود رجع عاود رجع عليها بارك الله فيك. الان شوف الشيء اللي قالوه عبد الكريم عبد الكريم اخي يعني الان الله يسلمك الان المفروض الأندية الكبيرة هي اللي تروح تجيب اللاعبين من الأندية الصغيرة لأن النادي صغير ما نقولوش علاش ما ندوش من الصغير. اليوم نشوف الآن في بعض الأحيان ممكن شباب الوزاد عندهم سبعة علاش سبعة راهم يروحوا لهاد لي زاكاديمي يدي أنا شارف دام عندي اثنين واش حب يقول أنا نخدم وأنا أنا هدفي أنه يوم نشوف اللاعب يروح أنا أكاديمية خلاص أنا نفرح يوم يروح يلعب شباب الوزاد. المفروض هاد الفرق الصغيرة ما تقولش علاش ما يديش من عندي نخدم وندي ونفرح واش يحب يقول حب يقول انا هديه راحتي مي نفو با. قال انا كي كن بدا نفورمي لي جوار نبحر لا فوكاسيون تاعي انا اكاديمي للتكوين قعد للتكوين انت فريق نادي للتكوين تقعد للتكوين اذا طلعت طلعت اذا ما طلعت خلي اللاعب تاعك يروح شباب الوزداد لوس مادالجي جي اس كابيلي. واضح الصوره. اشكرك سيدي ابو علام نارون المدير الفني الوطني السابق عبد الكريم شكرا جزيلا لك صابر شيف شكرا جزيلا لك ومراد نقدروا على الاقل نعطيك على الاقل كلمه في هذا الامر هل نقدروا الان تبقى لناش الا الصوره فقط الواجهه تاع المنتخب الاول باش نفرحوا هذا الشعب ونستغلوه في امور اخرى ونهملوا الامور الاخرى نحكيوا على التكوين والمنتخبات؟ لا التكوين هو الاساس بدليل كان عندنا يعني نموذج رغم اكاديميه بارادو صحيح. فيها ثلاثه ابطال افريقيا صحيح كان عندنا 10 اكاديميات هكذا ربما المنتخب الوطني اللي يفوز بكاس افريقيا كله من اكاديميات صحيح. اشكرك جزيل الشكر مراد هاشمي زميلي وكون سعيد دائما معك عضو المنظمه الوطنيه للصحفيين الجزائريين. اشكركم مشاهدي الكرام اشكر ايضا زملائي خالد شكرا جزيلا لك وسيده اسماء شكرا وايضا ابراهيم بورنيسا ومخرجي العائد مصطفى بعلم الله اشكركم جميعا الى اللقاء.